الحقيقة أنا عايز أسمع اتنين تلاتة من ولادنا الأوائل على مستوى الجمهورية، حاب الأول عن كل شعبة. ماشي. لا الأول والأول والأول، بس مش مشكلة. الأول جمهورية علم علوم، مين؟ طب الأول رياضة. ده بالأول أدبي. أنا هطلب منهم رسالة يوجهوها لزملائهم اللي داخلين الثانوية العامة السنة الجاية، بس. فين يا جماعة؟ حبيبي منور. التظلمات ايضا هتبقى في الكنترولات القريبه منك، وهنطلع بيان بنقول المحافظة ايه تروح الكنترول انهي كنترول، علشان برضو ما نتعبش الناس ونجيبها كلها المدينه التعليميه. لكن المدينه التعليميه هيبقى المحافظات القريبه منها، مثلا بني سويف وغيره. فده برضو عشان نعمل اريحيه للناس كتير. تعال حبيبي، تعال حبيبي، تعال لي هنا. لا ما تقعدش، تقعد فين بقى؟ اسمك ايه يا محمود؟ تنصح زمايلك اللي رايحين ثانوية عامة السنة الجاية تقول لهم ايه؟ ميكروفون معاك. تنصح زمايلي بينهم يعملوا اللي عليهم ويجدوا ويجتهدوا وكل حاجة بإيد ربهم. حاضر حاضر. قرب من هنا. ننصح زمايلي اللي رايحين السنة الجاية يجدوا ويجتهدوا ويعملوا اللي عليهم والباقي بتوفيق ربنا. تمام. بقول لك يا محمود، يذاكروا ازاي؟ يحددوا اشياء يوميه، اهداف يوميه واسبوعيه. تمام. ويقوموا بتحقيقها. تمام. خلال مدى زمني معين. شكرا محمود. علم رياضه صح؟ ادبي. ادبي؟ أدبي. اسمك؟ علي. علي. يا علي، انت الاول على الشعب الادبيه صح؟ على مستوى جمهوريه مصر العربيه. تنصح زمايلك اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه بايه؟ انا اقول لهم يذاكروا. لا لا، اقول لهم يذاكروا ويعملوا اللي عليهم وربنا هيديهم على قد تعبهم، وانصح ان هم ما ييأسوش خالص. يعني ما فيش يأس ويشتغلوا ويذاكروا. شكرا جزيلا. قول لنا بقى انت الشعبه ايه؟ المركز الاول ادب. قول لنا تقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ يعملوا اللي عليهم. نصيحه بس يعني نوعيه كده. ماشي. يعملوا اللي عليهم كل السنه، ما يفكروش في النتيجه خالص، وده كله بتوفيق ربنا طبعا. معلش يا فندم، بس تعالي في تعالي على المايك ده عشان صوتك يوصل. بس اقول لهم ان يعمل اللي عليهم طول السنه، ما يفكروش في النتيجه خالص، كل سنه بتختلف عن الثانيه، ويهتموا طبعا بالصلاه دي اهم حاجه، وينظموا وقتهم. شكرا حبيبي. انت بقى تقول لزمايلك ايه اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ اقول لهم ان هم يجتهدوا، ربنا يوفقهم باذن الله، وما يحبطوش خالص طول السنه، ويفضلوا طول السنه مجتهدين باذن الله. تمام، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. استم يجي لنا. علوم ولا ها؟ قول لنا بقى، تقول لزمايلك ايه اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه؟ انا اهم حاجه اقول لهم ان هم يهتموا بالاستمراريه. الاستمراريه اهم من مذاكره كتير وبعديها نقطع. اهم حاجه الاستمراريه، واهم حاجه كمان اهم من مده المذاكره الكواليتي او جوده المذاكره نفسها، ويعملوا كل اللي عليهم، واكيد ربنا مش هيضيع تعبه. شكرا. علوم صح؟ قول لنا يا عم، هتقول لزمايلك ايه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هي اهم حاجه كل واحد يركز عليها، ان هو يحافظ على صلته بربنا ثم طاعته لوالديه، عشان دي اهم حاجه بتدي دافع فعلا في الدراسه. تاني الحاجه اللي بعد كده ان الواحد يجتهد على قد ما يقدر،
وينظم وقته، عشان تنظيم الوقت هيسمح لك انك تلاقي وقت الاجتهاد ووقت تاني للراحة. تنظيم الوقت ووضع خطط طويلة المدى دي اعتقد اهم حاجة تساعدك في ان انت تجيب اعلى حاجة ان شاء الله، زائد انك تتعدد في المصادر اللي انت بتدور فيها، وده ان شاء الله بيكون كويس جدا. هلا كيف الناس كلها بتسقف لك ازاي؟ قولي لي بقى هتقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ احب اقول لهم ان اليقين اهم حاجه حقيقي بجد، والصبر وبجد كل حاجه بتعدي، واهم حاجه ان كل واحد يعمل اللي عليه وبجد كل حاجه بتعدي، ودايما يكون بربنا، وربنا دايما عمره ما بيضيع تعب حد. الله